يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه والجبال أوتادا على بطلان القول بأن الأرض تدور حول نفسها وبطلان أنها تدور حول الشمس، حيث إن الله قد جعل الجبال أوتادا للأرض عن الحركة؟ لا شك عندنا ولا عند المؤمنين في ذلك أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها والكواكب والأفلاك تدور عليها على الأرض، هذا لا شك فيه وهو مدلول القرآن والسنة. وأما الفكرة الغربية والفكرة العقلية البشرية فهي على العكس، يقولون لا الأرض تدور والشمس ثابتة، هذا عكس ما في القرآن. وهم هل أحاطوا بعلم الله جل وعلا؟ هل أحاطوا بمخلوقات الله حتى يقولوا هذا القول؟ ما يجوز هذا الكلام. الله جل وعلا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فهم عاجزون عن إدراك هذا الكون والإحاطة به، إنما عليهم أن يتبعوا ما جاء في القرآن ويؤمنوا بذلك. نعم.